قوم يا عدل، قوم يا عشان نصوم، قوم. فيخ الواد ده قوي. اتحرك. وانتوا ما تجوش غير على الشغال. اتحرك حيوان. حيوان. مش عاجبك ولا ايه؟ لا عاجبني. حيوانات غلابة برضو. اتحرك يلا روح شوف شغل. بتحرك اهو. طمان، ايه ده؟ انت جيت يا هندسه؟ مؤنس برضه هو اللي جابك مش كده؟ انا عايز منك خدمه. خدمه؟ طب انا هخدمك خدمه. انت تروح تغير اللبس اللي انت لابسه ده بسرعه وتلبس لبس الشغل. لاحسن لو فضلت كده هينفخوك. اتحرك يلا روح شوف شغل. خلي بالك من ابن الهرم اللي هناك ده. تعرف مكان مراد المحروق؟ العيال يا ريتني كنت معاهم دلوقتي، زمانهم هيصين. تعرف مكانه؟ انا اعرف كل حته بيروحها. يعني تقدر توصلني ليه؟ ضحكتني وانا ماليش نفسي اضحك. اقدر اوصلك بس ازاي؟ هو اللي بيدخل هنا بيخرج غير على قبره؟ ممكن نروح بالعربيه اللي هناك دي. نروح بالعربيه؟ اما نغوص بالغواصه ولا نطير بالطياره؟ هو في هنا طياره؟ جرايه هندسه. ايه خير؟ مالك؟ في ايه؟ تعالى معايا. في ايه بس؟ على فين بس هندسه؟ اوبا ابن الهرمه. تقول لي جابكوا هنا؟ روح على الشغل انت وهو. وكان يعني بيقول لي كلمتين ويعني هو كان هو اللي كان بيتكلم. انت مش لابس اليونيفورم ليه؟ لا انا مش معاكوا هنا. جاي زياره يعني. انا جاي اخد طمان وهمشي على طول عشان عايزه في حاجه. هو جاي ياخدني. انا ماليش دعوه. تاخده معاك بس ما تاخروش بقى عشان ميعاد العشاء. روح على هدومك دي. انا مش شايف اي داعي للزعيق واستخدامه، خصوصا ان انا اتكلمت معاك بالراحه وقلت لك على كل اللي انا عايزه بصراحه. بس انا معاك اهو. بتاعك يا هندسه.